الوقت الذي تعمق فيه الأسلحة الغربية جراح موسكو في أوكرانيا، تصرخ كييف محذرة من مغبة هجمات دموية جديدة للجيش الروسي في سلسلة متوالية من الأحداث تجدد وقود النار المشتعلة في قلب القارة الأوروبية. في أحدث تطورات الحرب، أعلنت أوكرانيا أن روسيا بدأت في تشكيل قوة عسكرية هجومية هدفها كريفي ريه، مسقط رأس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان روسيا تدمير قواتها مخزن أسلحة تسلمتها كييف من بولندا. وعلى مشارف السوم المتاخمة لحدود روسيا، استهدف الجيش الروسي 3 بلدات بعشرات الصواريخ في وقت أحرقت المدفعية الروسية مناطق سكنية غربي زاباروجيا وسط أوكرانيا. 48-51 بلس. بحسب تحديث استخباراتي بريطاني، فقد تسببت الهجمات الأوكرانية المضادة في مناطق ميكولايف وخيرسون في خسائر جديدة للروس، خاصة هجوما على قطار لنقل الذخيرة الروسية عطل طريق إمدادات من شبه جزيرة القرن. يتزامن كل ذلك في وقت دعا فيه الرئيس الأوكراني الصين إلى معارضة الحرب الروسية على بلاده، مشددا على أن حياد بكين أفضل بكثير من دعمها أو مشاركتها. اعتبارا من اليوم، أود أن تنضم الصين إلى موقف المجتمع الدولي بشأن استبداد روسيا ضد أوكرانيا، أود ذلك، لكنه لم يحدث حتى الآن. على جبهة أخرى مفتوحة ضد روسيا، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمان الإيطالي على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، مما يسمح للبلدين بدخول التحالف المسلح نوويا بمجرد تصديق باقي برلمانات الدول الأعضاء على القرار، وهو ما كانت موسكو تحذر منه على الدوام.